السمنة مرض مزمن واسع الانتشار وبيصيب أكثر من 30% من سكان الإمارات. الأسباب المرتبطة بنظام غذائي غير صحي وقلة الحركة بالإضافة للعامل الوراثي بتشكل 90% من الحالات، أما المشاكل الهرمونية فبتشكل فقط 10% من الأسباب. علاج السمنة بيبدأ بنمط حياة صحي ونظام رياضي. لحسن الحظ بالسنوات الأخيرة صار عنا علاجات كتيرة للسمنة، منها بالحبوب ومنها بالحقن. أما العمليات الجراحية لعلاج السمنة فمخصصة لبعض الأشخاص حسب معايير طبية معينة. ونحن بسليمان الحبيب فرع الشيخ زايد مجهزين بالكامل لكشف أسباب السمنة وعلاجها.